ateşe. Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe. Bile bile daldık ateşe. ليش الدنيا هادية كتير بس كتير حلو الجو. يا عيني يا عيني شوف الرواق هذا الشي حلو كتير حلو حلو ها بس بخوفه ولا حكمت في أولى شوفي عود خير شوفي إيه انت بدك تقول للميس ها ليش ما حكيت يا زلمة لميس كانت مبسوطة ورايقة وأنا ما حبيت سملها بدنها خلاص بكرة بخبرها يلا روح نام وارتاح هلأ ولك أم ولا أنت من إمتى كنت طايش لهالدرجة ها شو ناوي تساوي في عندك حل كيف بتنام هيك وأنت مرتاح أحمد أنا أكيد رح لاقي حل ما تخاف ولك أي حل هاد رح يصير عندك طفل ها ومدرستك يا مجنون ولك كيف بدك تربي للولد مثل أبي وأمي مو ربونا نحن الكل أنا بقدر ربي ابني هلأ بشرفك أمك وأبوك صاروا قدوة؟ لميس اللي ربتنا يا غبي أبي وأمي ما شفناهن طيب أحمد قلي هلأ أنت شو بدك؟ في حدا اشتكالك؟ في حدا منا عم يطلب منكم شي؟ لا يعني شو بدك أعمل؟ شو بدك يعني اترك البنت لحالها؟ كان فيك ما تتغابى فيك ما تخبص على الخبصة شوف حكمت لميس في عندها مشاكل وهموم لفوق راسها مشان هيك ما رح تحملها هم هالغلطة يلي غلطتها انت رح تشتغل لتصرف على هذا الولد عم تفهم انا ما طلبت ولا رح اطلب مساعدة من حدا واذا صرنا عبء عليكم نحن منروح من هون دغري اذا صرنا عبء نحن منروح وين بدك تروح ولا ها وين بدك تهرب هذا الحكي شو بيفيدك لك خلونا نعرف ننام بقى انت هلأ وقتك بلا برنام وبلا العيولك أخ تضرب بهالشكل صدق حاله حساس وانت اندفس كمان الله يصبرني عليكم انا عرفت انكم اتزوجتوا بالصيف يعني زواجها كان قبل ما تعرفني مو هيك؟ لما قلت لي انك عم تتسلى كنت عم تكذب، كل شيء قلت لي اياه مو صح. اكيد في عندك سبب تاني، ما هيك؟ ابني انت مضيع بيتك شو اللي جابك لهون سويسرا هون شي يعني انا وصلت على سويسرا ولا شو قصدك سويسرا ايه لك وينك وينها مطول لتوصل اسمع لقلك بتروح دغري من هون وبعدها ما بيصير هيك عيب شو بدك فيه هذا زلمه درويش قوم جيبه طيب تعال 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 بسرعة. تعال لك يا اخي سويسرا مو من هنيك تعال انا بدلك عليها تعال لك تعال يا زلمه ايه تعال معي تعال تعال عود هون يلا عود اهدى يا ابني عود ارتاح روق بالاول ارتاح لك شوي وخد نفس بين صاير معك شغلات مو منيحه بنوب بس قلي شو بدك تعمل بالضبط بسويسرا بالله يا ابني صاير معك شي حادث اليوم يعني انا صاير معي حادث اليوم ايه نحن هذا اللي عم نسالك عنه
شو هذا اللي بإيدك؟ شو هذا اللي بإيدي؟ قلي يا ابني شو اسمك؟ انت مالك اهل وقرايب لنتصل فيهم ويجوا يرجعوك على بيتك؟ اسمي؟ ايه؟ انا شو اسمي يا جماعة؟ اوه الاخ مضيع بالمرة. ليك عمي برأيي ندق للشرطة خليهم يجوا ياخذوه، اكيد صار معه حادث. يلا ماشي رح دق لهم فورا. الو الو وين ابي؟ قلتي لي رح نلاقيه هون. ايه عن جد بسيطة، الا ما يرجع وين بده يكون، لا تشغلوا بالكم. قلتي لي امبارح بيجي الصبح وهي ما اجا، بلكي صاير معه شي طيب ونحن عم ننتظر هون. هذا ابوكي وبتعرفي بيروح لحاله وبيرجع. وانت شو عرفت يا اختي؟ وبلتي ما رجع؟ ايه طبعا ما حدا منكم مهتم فيه اصلا. حاجت عليك ولا؟ ولا بعد ما شفتوه غني زاد حبكم إله ما شاء الله. لا انت غلطان، بس انتو عم تعملوا هيك لانه اهتم فينا وما اهتم بحدا منكم طول فترة الصيف، وهلا عم تنتقموا لانكم غيرانين ومتضايقين. هلا بلش الحكي الفاضي. حتى عصمه ضحك عليكي. ليكي برأيي ضروري نفكر مثل ابي، يعني نحط حالنا مكانه. يعني مثلا يلي حماته قلعته من البيت وبعدته عن مرته شو بيعمل؟ اكيد ما رح يعمل شي، بده يلحق مرته. ايه معقول، مزبوط. شفتي كلام حكمت مزبوط، بيكون راح على سويسرا ابوكي. لا معقول، وليش ما خبرنا معناها؟ ايه والله حقك تعاتبه، لانه بابا دائما بيخبرنا بكل شي بيعمله، فليش ما خبرنا هالمره؟ رح نسأل ونعرف. لميس؟ ألو مرحبا سليم، أنت مشغول شي؟ لا مو مشغول. خير شوفي؟ بدي أطلب منك شغلة سخيفة معلش. كيف سخيفة؟ ما فهمت. يعني أبي صار له يومين مبين. إيه وما خبرته المخفر؟ بلا خبرناهن، حتى جميل اتصل وسأل، بس قالوا له ما بيعرفوا شي. وأنت من فترة قدرت تعرف بدر إمتى فات وطلع من البلد؟ فينا نعمل نفس الشي مع أبي؟ يعني يمكن في احتمال يكون راح على سويسرا ولحق على مرته، أو بيكون نايم بشي محل هلأ وهو سكران. مبين حياة أبوكي كلها مغامرات. مزبوط. طيب رح جرب أعرف، وإذا وصلت لشي دغري بخبرك. ماشي سلام. شكراً، الله يسلمك. شو قال؟ بسلم عليكم، رح يتصل ويستفسر. يلا اطلع لبرا، لك اطلع لبرا. إيه؟ ليه سرقت هالبروش اللي منين جبته يا حرامي؟ ما سرقته رفيقي أعطاني إياه. هاتي لك سمي بارس، خلص اهزك. أنا أعطاني إياه إلا خليه يجي وياخده مني لك. لا تخليني جن، خليني جن، أعطيني إياه. لك حاجتك بقى كله من أخوكي أصلا. ما تجيب سيرة أبوك بالعاطفة. شوفي شو لسه يا جماعة، تجيب سيرة أبوك قليل تربالي. بلا بدي جيب سيرته، أنت ما دخلت. اسكت عم قلها. اهدي شوي يا حرامي، لك أنت واحد معاطفة. اهدي شوي تتعصبي، اهدي شوي. روحي انقلي على الله ياخدك شو بلا أخلاق. يا عمي شو هالتربالي؟ خلص صبري بالي. والله لو تشوفي اللي عنا بالبيت لتحمي ربك على هاك. خلقتك. تعالوا. شو الموضوع؟ للأسف ما لحقته دغري راح. شو المشكلة هلأ؟ هذا الولد أمير شكله حرامي، هيك عمته قالت قدامنا. أنت بتعرف شي؟ لا ما بعرف، يعني شو بدي أعرف عنه؟ مع هيك برأيي إنه تحكي معه، بس على هذا لأنه مبين ماله مرتاح ببيته. باختصار إذا بتحبه عن جد لازم تجرب تسمعه وتفهم شو مشكلته بالضبط، ليكون كلامه مثل الخلق بالأول. ماشي؟ ما يحكي مثل المجنون، وإذا عنده مشكلة يخبرها مثل العالم. مو كل الشغلات بتنحكى على فكرة، يمكن في عنده شيء بس ما بيقدر يحكي فيه. وإذا بجد بتحبه وحريصة عليه لازم هي تعرف تسايره وتقدر وضعه. آه شو هي عرافة لتعرف شو وضعه؟ لا مو شرط تكون عرافة، يعني نحن وقت نحب حدا فينا نسمع اللي ما بيقوله كمان. هذا رأيي. وغير هيك فهي عمته مو مهتمة لوضعه بنوب، أنا هيك بقول. هو مو مهتم فيه يا بنوب، حتى انه ما بيحبها ابدا. شلون هيك؟ شو عرفك انت؟ ليش هيك عم تظلموه؟ هو بلش يتصرف في غرابه فجاه. ها هالشي شو معناه؟ انه ما بيحبها. بس هذا الشي مانو دليل كافي انه بجد ما بيحبها، ومع هيك هو كمان متحمله ومانو راضي بنوبي بعد عنا. بس هو ماله صريح، فهمان؟ لازم يقول الحقيقه ويكون حبه واضح اكثر. شو بيعمل لحتى يظهر حبه؟ يمسكها وبيبوسها؟
شو بيعمل الولد؟ شو يعمل؟ بدون ما هو يبادر فالموضوع بعمره ما بينحل. هيك؟ لكان البنت مانا مضمونة كمان، لأن أساساً ما بتعرف شو بدها. ليه؟ مثل ما قلت لك، خلصي الدواء وتعالي لعندي لحتى نساوي تحليل دم. يعني ليش ما بدك توصف لي الدواء اللي قلت لي عنه يا ابني؟ الدواء اللي طلبتيه هو مضاد اكتئاب. انت عندك اكتئاب؟ شي لأوصف لك هيك دواء يا خالتي؟ بس اخذت منه جارتي، كانت تعبانه كثير وعلى الدواء صارت تنط على الارض كانه مو عمرها 60 سنه، فاذا ما بيضر وصف لي. هذا مانو سكاكر، هذا دواء وما بينشرى مشان النط، هدول مناح لحالتك، خلصيهم وارجعي. طيب لعندي. ماشي، امري لله دكتور. أهلين أمير، هات لشوف شو مشكلتك. أنتو المشكلة طبعاً، ليش هيك عقلكم مسكر؟ نحنا؟ أي نعم، يعني أنت وعمتي وكل هدول الكبار، ليش كل واحد منكم قد الحيط وبيضل عقله مسكر؟ فهمت عليك، ممكن تعطيني جاكيتي بس؟ أكيد تكرم. شو ما تغديت؟ لسه. قوم يلا نروح ناكل. خلود، رايحين ناكل لقمة ما بطول. يا دكتور نصيحة لا تعطي وش لهالولد، هاد أزعر وصايع، والله راح يجيب لك وجع راس ومصايب كتير، ولا تقلي ما قلت. طيب طيب مفهوم، خلص روقي ونحكي بعدين يلا. يا ربي دخيلك. شايفة 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 كيف عم يطلع، والدكتور رايح معه كمان. كأنه التم المتعوس على خايب الرجا؟ إيه شكله الدكتور حابه، بلكي يهتم فيه ويهديه هالمرة. ما هو بده مين يهديه بالأول؟ عأساس كان داير باله على أخوات لميس، وشفنا شو ساوى معهم بالآخر. فيكو كان يحبه كتير، بس راح فجأة وتركهم للأولاد. هالحقير معدوم الوجدان والضمير. هيك الترتيب حلو ما؟ حبيتهم والله. ايه قل لي لشوف شو مشكلتك مع ابوك. يلا سمعت خناقتك مع عمتك، في عندك مشكله مع ابوك؟ دكتور لا تشغل بالك، واذا قلت ما رح تفهمني. والله اوكي، حتى لو قلت لك انه ابي اسوا اب بالعالم. شوف هو حدا كتير ناجح وغني ومجنون مصاري وقاتل. قاتل كمان؟ ايه طبعا، قتل اخي الوحيد ومن ورا المصاري. وامي بوضع كتير مقرف وموجودة هلا بدار رعاية، وكمان حط المرايا اللي بحبها بالحبس. كيف؟ في اسوأ من هيك؟ انا امي انتحرت، أو الناس كلها هيك بتقول، بس هو اللي خلاها تموت. بس كمان لازم تلاقي جانب إيجابي بوضع أبوك. معقول في شيء إيجابي بهالقصة كلها؟ طبعاً معلوم فيه، إنك بتعرف كيف ما تكون مثله وكيف ما تصير هيك. لما تشوفه وتقول ما رح كون مثل هالبني آدم، ما رح كون أب وسخ مثله، وقت تضيع طريقك تطلع عليه بتعرف شو الصح. ايه ايه دكتور. ايه انت عن جد وبهيك حياة قدرت تصير دكتور؟ ايه اسمع، في قدامك خيارين، يا اما بتكون مثل ابوك وسخ ويكرهك ابنك، او بتكون انسان منيح
وابنك بيفتخر فيك بكل بساطة. بشرفي انك زلمة دكتور ومخك شغال مزبوط. ايه والله. ايه هلأ جاوبني، شو ناوي تكون انت؟ تقصد مشان شغل الورشة بالصناعية؟ لسه ما نسيته لهلأ؟ بدي تكون ذكي مو أكتر. العامل آخرته معلم والحرامي آخرته الحبس، والفرق ما بده تفكير. طيب امشي. لوين؟ عالصناعية. يلا روح لنشوف. أنا حبيته لمحمد، الزلمة فهمان، والشغلات اللي عم يصلحها بالسيارات ما حدا غيره بيقدر يساويها. ايه مزبوط، محمد معلم وشاطر وبيحب الالتزام كتير، فما بدي وصيك اوعك تتأخر عليه بالدوام. ولا يهمك، ما رح اتأخر، كون مطمئن. دكتور؟ قلت لي قبل بمرة أبوك هو اللي حبس لحبيبتك، ما هي؟ قصدك على المرة اللي عيونها خضر مزبوط؟ شو هاي المرة؟ اسمها لميس. طيب لميس، يعني أبوك اللي فرق بيناتكم، ما هي؟ على فكرة إذا خايف إني أقول شي لعمتي والله بزعل منك. أنا مستحيل ساوي شي ممكن يضرك، نحن رفقات. خلص رافقتني؟ إيه لك، أنت زلمة أصلي، معناها إذا بتحب لميس. الأخت لميس. أمرك، إذا بتحب الأخت لميس روحوا احكي معه وفهمها شو اللي صار. إلا أبي يعمل هيك. طيب ضحكنا وتسلينا، لا تسرد أكتر، القصة مانا بهالبساطة هي، وهالموضوع كبير، عم تفهم؟ طيب طيب ما راح اتدخل. شو عم تساوي هون يا جارتنا؟ عم شم شوية هوا خلود، ما تواخذيني ما طلبت إذنك. لا شو عم تقولي؟ شو قالوا لك المكان لأبي ولا شو؟ خليكي قد ما بدك، أنا ما دخلني، بس شكلك عم تستني حدا. كيفو المحامي صحي؟ ما بقى شفته، شو ما عاد إجا لهون؟ شو بدك من المحامي؟ ما بدي شي منه، عم بسألك يعني بس مشان نحكي وندردش بشي موضوع. مبين عليه زلمة آدمي، على فكرة كتير لابقين لبعضكن. على فكرة ما في شي بيني وبينه مشان ما يسرح خيالكن أكتر. ما في شي بيناتكن؟ شفتي الله نطقني بشي مو موجود، بس بجوز رح يصير. يلا جاي على شغلك خلود، وأنا كمان بدي أرجع على شغلي. يا ربي دخلك شو هالبلوي. مشكور دكتور. تكرم عينك سيد أمير. يلا روح هلأ وخبر عمتك إنك لقيت شغل وفرحها شوي. طيب فورا رح خبرها. أهلين دكتور، ليش طول؟ صار في عنا جوا 3 مرضى، قلن أكتر من ساعة ناطرينك. إيه كيف وشلون؟ مو مهم، خلص صار عندي شغل ريحي بالك. إيه اللي على القليلة وين؟ بالصناعية، ومن بكرة الصبح رح بلش. حلو هالحكي، اشتغل أمير اشتغل، يلي بيشتغل الله بيرزقه. والله دكتور هو اللي ساعدني، هو اللي لقى لي الشغل، عن جد ابن حلال. يلا هلأ سلام. هو ابن حلال ما؟ صدقنا علم الولد كلمتين يجي يسمعنا ياهم ونحن منصدق. نفخ لي قلبي، والله إنه نفخ لي قلبي. شو رأيك جيب لك أنينة كولا؟ هلأ وقت الكولا؟ منصور بيك جاي ويعدو بنخلص شغلنا. طيب ماشي. لا إله إلا الله، تخلينا نشرب أنينة كولا، المحل قريب. أنا بدي أسيد إذا بتريدي، حابة أنت حير بسرعة. شو عم بصير معها؟ لا بجد ولا داخلي، بدي أطلع شم هوا نظيف إذا بتسمحوا لي. يلا موفقين بالشغل يا صبايا، بس طعموا السمكات إيه ما تنسوها. طيب ماشي. يلا خاطركم هلأ، باي. الله معك. أنا رح أجيب الكولا وإجي بسرعة، باي. صايرة وصايرة جيبي لي معك.
شرف عمي. وهذا الدواء. يسلم. عافا. دكتور سامح، دكتور سامح، دكتور سامح. إذا بتقولي دكتور بعد مرة واحدة بيطلع جناني عليك، شو صار لك؟ موبايلك والمحامي عم يتصل. أهلين سليم. أهلين. إيه طبعا نص ساعة بالكتير بيكونوا جاهزين. إيه تمام تمام ناطرينكم. قال ساعة بالكتير بيصيروا. تمام يلا هي آخر وحدة. لميس أنا خطرت لي فكرة، ليش نحن ما منلبس الفساتين وبشوفه منصور بيك علينا؟ آه هيك بتبين نظافة شغلنا أكتر صح؟ ومنعمل حركة بالورشة. ليش بقى؟ ما في داعي عزيزة. بالعكس والله هي فكرة حلوة يا لميس. ايه حتى انتي بتلبسي فستان حلو وهيك بتلفتي نظر المحامي. ايه حتى انتي ميسوم ما بيكفي كلهم عم بينقوا كمان انتي؟ ها. انا ما في شي بيني وبينه، الزلمة منيح وعم يساعدنا بالورشة مو أكتر. طيب ماشي. ايه مزبوط صح، خلص لا تزعجوها. ايه شو رأيكم بفكرتي؟ ممتازة والله. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.